بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا لما تحب وترضى، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. والمجلس السابق كان فيه يعني شبه اختلاط في الكلمات، فبيقول هنا من ضمن سنن الصلاة والتكبيرات عند الخفض للركوع والرفع، أي رفع الصلب من الركوع. احنا قلنا المفروض رفع الصلب من الركوع الواحد بيقول سمع الله لمن حمده، مفيش فيها تكبير. فلما رجعنا حاشية البيجوري مصوبها قايل وصوابها رفع الصلب من غير الركوع، يعني حط بس غير تنضبط العبارة، لأن الركوع هيبقى تقول سمع الله لمن حمده، إنما رفع الصلب من غير الركوع كله بيها تكبيرات بقى، سواء بقى إيه بترفع من السجدة أو بترفع من هي الرفع من السجدات أو من التشهد الأوسط القيام، يعني من التشهد الأوسط بيسموه القيام. فعلى أي حال نصوبها ونكتب كده وصوبها البيجوري في الحاشية عشان تبقى مسندها لمن صوبها، يعني يقول لك بركة العلم في إسناده عشان ما تنسبش لنفسك حاجة أنت ما عملتهاش. يبقى اللي صوبها الإمام البيجوري في الحاشية وقال رفع الصلب من غير الركوع، يعني زود كلمة الركوع. أما اليوم فوقفنا على قوله والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء، يعني المرأة أحكام الصلاة للمرأة كأحكام الرجل سواء بسواء، إلا أن في خمسة أشياء المرأة تخالف فيها الرجل. فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. والمقصود بالمرأة هنا الأنثى، يعني مش شرط تبقى المرأة الكبيرة، يعني حتى ولو بنت صغيرة بتعلمها الصلاة تعلمها كده. والرجل المقصود به برضه الذكر، يعني ولو صبي تعلمه. وذكر المصنف ذلك في قوله والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. أول حاجة، فالرجل يجافي، أي يرفع مرفقيه عن جنبه، ويقل، أي يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. يبقى أول حاجة أنه يجافي، يعني مرفقيه لما يجي يركع ويسجد بيبعد مرفقيه كده ويجنح كده، إن لم يكن طبعا مأموما فما يؤذيش اللي بجواره، لكن لو بيصلي إماما أو منفردا يعمل كده. وبعدين يقل، يعني يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، يعني يبقى في نشاط، يشفط بطنه كده أو يرفع بحيث ما تبقاش بطنه راقدة على فخذيه أثناء السجود ولا في أثناء الركوع. ثالث حاجة، ويجهر في موضع الجهر. موضع الجهر الركعتين الأولتين من صلاة الصبح، اللي هي صلاة الصبح عموما لأنها ركعتان، والركعتين الأولتان من المغرب والعشاء، وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، وكذلك صلاة تراويح رمضان، وكل صلاة ليلية يجهر فيها، وكل صلاة نهارية يسر فيها، وكذلك صلاة خسوف القمر يجهر فيها، لكن ما فيش جهر في صلاة الجنازة سواء صلى ليلا أو نهار، صلاة الجنازة لا جهر فيها.
يبقى يجهر في موضع الجهر، وتقدم بيانه في موضعه. رابع حاجة، وإذا نابه أي أصابه شيء في الصلاة أراد ينبه حد يسبح، الرجل يقول سبحان الله، حصل حاجة نابه شيء يعني حدث له أو أصابه شيء في الصلاة سبح فيقول سبحان الله، بقصد الذكر فقط أو مع الإعلام أو أطلق لم تبطل صلاته، لكن لو قصد الإعلام فقط دون الذكر بطلت صلاته عند الشافعي، لأنه صار كلام خارج عن الصلاة. ده خاص بالشافعية الحتة دي، لكن باقي المذاهب ما نوهوش، يعني هو يقول سبحان الله وخلاص، ما تكلموش على القصد كده. لكن الشافعية لو قالوا لو قصد بسبحان الله الإعلام فقط دون قصد الذكر كأنه بيتكلم خارج الصلاة، يبقى في الحالة دي تبطل صلاته على مذهب الشافعي، إن كان عالما بالحكم، إن كان عالما بالحكم. لكن لو أطلق قال سبحان الله كده ما قصدش حاجة، لا ذكر ولا إعلام، لكن نباه شيء فقال سبحان الله، لا تبطل صلاته. وكذا إن قصد الذكر فقط أو قصد الذكر والإعلام معا، كل الأحوال دي لا تبطل صلاته. خامس حاجة اللي بيخالف فيها الرجل المرأة في الصلاة، عورة الرجل ما بين سرته وركبته. أما هما يعني السرة والركبة فليس من العورة ولا ما فوقهما في الصلاة. خد بالك إن دي عورة الرجل في الصلاة، لكن عورته أمام النساء كل بدنه، المرأة ما تنظرش ليه لأن مطلوب إن هي المرأة الأجنبية، يعني مش معنى كده إنك أنت تغطي كل بدنك، لا، يعني الرجل أمام المرأة الأجنبية يجب علي أن تغض طرفها عنه فلا تنظر إليه، فهو بالنسبة لها كله عورة. وكذلك المرأة الأجنبية بالنسبة للرجل الأجنبي هي كلها عورة بالنسبة له، فعلي أن يغض طرفه عنه. أما في الصلاة فعورة المرأة في الصلاة معروف، كل بدنها ما عدا الوجه والكفين. يبقى عورة الرجل ما بين سرته وركبته، أما هما فليس من العورة ولا ما فوقهما. الرجل ليه كذا عورة، يعني عورته في الصلاة معروفة ليه بين السرة والركبة، وكذلك ولو في خلوته عورته السوءتان بس لو مختلي بنفسه، سوءتان بس، لكن هو مختلي بنفسه حتى لو قاعد في مكان مغلق عليه لا يجلس عريانا، مش من الأدب. يبقى الرجل ولو مختلي بنفسه منفردا في مكان يبقى يغطي السوءتان، واضح؟ عورته أمام المرأة زي ما قلت لك كل بدنه، يبقى ما يصحش ان الرجل يقابل امراه اجنبيه مثلا ايه ومعري نص فؤان يقول لك ما انا عورتي كده، ده عورتك كده في الصلاه، مش معنى كده تقابل النساء كده او تقف في البلكونه كده زي ما بيقف بعض الشباب يقول لك ما انا مغطي عورتي، لا دي عورتك في الصلاه، غير في الشارع، غير في البلكونه، غير في النادي، وهكذا. فالواحد ياخد باله ان العوره لها مواقف مختلفه. يبقى الامور اللي يخالف فيها الرجل المراه، الرجل يجافي مرفقيه عن جنبي ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، يجهر في موضع الجهر، وإذا نبه شيء في الصلاة سبح، وعورة الرجل ما بين سرتي وركبتي. الركبة مش داخلة في العورة، يعني لو بنت ركبته في الصلاة ما تبطلش صلاته، لكن ما فوق الركبة. وكذا السرة لو بانت وما كان في محاذتها من الظهر، يعني ايه تعمل خط كده من السرة بمحاذته من الظهر، لأن في ناس كتير يجي يصلي بالذات لما يبقى لابس بنطلون ولا حاجة يجي يوطي كده تبص تلاقي ظهره كله يبان لحد ما هو أسفل من السرة في الجزء الخلفي، دي تبطل صلاة. فلازم ياخد باله الإنسان اللي هي طبيعة جسمه، في ناس تخان كده شوية وبتاع والفلنة تبقى سيارة، ما يجي يركع كده تبص تلاقي الفلنة تطلع أو مش لابس فلنة أصلا، فلازم يراعي بقى ساعات ما يجي يصلي يلبس جلابية بقى، يلبس حاجة طويلة عشان لما يجي يسجد ويعمل ياخد باله من الحكايه، لانها بتبطل صلاه ناس كثيرين. والمراه تخالف الرجل في الخمسه المذكوره. احنا قلنا الرجل يجافي يبقى المراه تضم. تضم بعضها الى بعض لان الاصل في المراه الستر، مبناها على الستر. فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها
وبرضو ايه المرفقين تلزقهم بجنبيها، لكن ما تلمس الارض بالمرفقين اثناء السجود، لا الرجل ولا المرأة، لان الهيئة دي منهي عنها وان كانت الصلاة تبقى صحيحة. تضم بعضها الى بعض فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها وتخفض صوتها، يعني ما تجهرش في موضع الجهر في وجود رجال. لو هتصلي صلاة فيها جهر في وجود رجال لا تجهر، تبقى صلاتها سرية. ان صلت بحضرة الرجال الاجانب، طب هي بتصلي وابوها قاعد تجهر، كويس زوجها قاعد ابنها قاعد تجهر، لكن بتصلي في موضع فيه رجال اجانب، والاجانب اللي هو كل ما يحل لهم ان يتزوجوها لو لم تكن غير مزوجة، دول اسمهم الاجانب، مش الاجانب يعني السياح يعني، لا يقول لك احنا فيش اجانب ده كلهم مصريين، لا دي فالاجانب في ايه في لغة الشرع الشريف بالنسبة للمرأة هم كل ما يصلح ان يكون زوجا لها ان لم تكن متزوجة، يبقى اسمه اجنبي عنها، يعني يسموها الحر مع التأبيد. الحر مع التأقيد برضو اجنبي، يعني زوج اختها دي حر مع التأقيد يعتبر اجنبي في هذا الحكم، واضح؟ فبرضو ما تجهرش لانها بتكلمه بره الصلاة، لكن الصلاة ليها الادب. طب وان جهرت صلاتها صحيحة بس خالفت الادب. وتخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب، فإن صلت منفردة عنهم جهرت، يعني في حجرتها في وجود مع أهلها مفيش مشكلة. وإذا نابها شيء في الصلاة اعملي، ما تقولش سبحان الله، المرأة بقى تصفق، تخبط كده، تخبط بطن إيدها اليمنى على ظهر اليسرى، لما المرأة ما تقولش سبحان الله، ولا تستفتح على الإمام الأجنبي، يعني افرض الامام بتصلي خلف امام اجنبي عنها، فوقف في سوره في ايه في حاجه وهي حافظاها، ما تستفتحش عليه، تسيبه هو يصرف نفسه، ناسي مش اشكال، هيقرا حاجه يخش في سوره ثانيه ينقل على الايه اللي بعدها، يعني حكايه بسيطه، يركع وخلاص التبس عليه القران يركع، يعني في كذا حل، فهي لا تستفتح عليه ولا كانت حافظه، واضح؟ إلا إن كان أبوها زوجها أخوها بيصلي بيها، لا أن هي تستفتح. يبقى إذا نبا شيء في الصلاة صفقت بضرب بطن اليمين على ظهر الشمال، فلو ضربت بطنا ببطن كده أهو زي ما بيسقفوا في الأفراح والحاجات دي بقصد اللعب بطلت صلاتها، ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاتها. طب افرض ما تعرفش، سمعت إن التصفيق للنساء، فلقت الامام حصل حاجه فصفقت كده، تعرفش ان إيه، ولا تقصر اللاعب صلاتها صحيحه، يبقى إيه الصلاه صحيحه. وعشان كده فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللاعب طبعا، ولو قليلا مع العلم بالتحريم بطلت صلاتها، كل دي قيود. يبقى لو عملت كده لا تعلم بالتحريم ولا تقصد اللاعب صلاتها صحيحه. والخنثى حكمها كالمرأة في الصلاة، الخنثى تلحق بالأنثى احتياطا، لأن الخنثى احنا مش عارفين هل ذكر ولا أنثى، فنمشي معاه في بعض الأحكام احتياطا، إيه إنه أنثى فلا يخلى به، لا يخلو به، ويبقى عورته عورة كاملة كالمرأة، وعورته في الصلاة كل البدن مع الوجه والكفين الخنثى كده، لكن في الإرث نورثه ذكر ولا أنثى، نشوف البول بيطلع منين، ان كان بيطلع من موضع الذكر ياخذ بول، يعني ايه اتبعه الميراث البول، فاذا كان بيخرج بوله من العضو الذكري اللي فيه ياخذ ميراث ذكر، بيخرج من موضع الانثى فيه ياخذ ميراث انثى، كويس. يبقى والخنثى كالمراه. بعد كده بقى بالنسبه للعوره، عوره المراه تختلف عن عوره الرجل في الصلاه طبعا، وجميع بدن الحره عورة إلا وجا وكفيها، دي عورتها في الصلاة. والحرة هنا يعني غير الأمل، رقيق يعني، الرقيق عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، المرأة الرقيق عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، كويس.
مش معنى كده تروح تصلي في الجامع الأمة وتستر بين السرة والركبة وتسيب بقى ثديها باين، لا مش معنى كده. يعني لو بتصلي في مكان خدمتها، لأن تملي الإماء كانوا في مكان الخدمة، اللي في المطبخ واللي بتربي العيال واللي بتنظف الشقة، كان الإماء كده قاعدين في الخدمة، فتيسيرا عليهم في الشرع الشريف تخفف في العورة معاهم عشان ما تضيعش عليهم الصلوات، تقوم تصلي على هيئتها في مكانها وخلاص، لكن ليس في حضور رجال أجانب برضه، لأن عورة الأمة أمام الرجل الأجنبي كعورة كسائر النساء. مش يقول دي أمة بقى أبص لها وأتفرج عليها، ما ينفعش، لأن هي امرأة برضه أنثى، يجب أن تغض طرفك عنها، لأن في ناس بتختلط يقرأ العورة في الصلاة يفتكرها العورة مطلقا. غلط، العورة في باب الصلاة غير العورة في باب النكاح، تخش في باب النكاح تلاقي العورة ليها حدود مختلفة وهكذا. فتاخد بالك من النقطة دي، لأن في كتير من الناس بيقرأوا الفقه بطريقة خطأ يعني. ها؟ ما هو ده هي ملك يمينه، صلي أمامه كده. اه ملك يمينه. والأمة كالرجل فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها. بالنسبة للمرأة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها دي عورتها في الصلاة. فيجب ستر بقى ايه؟ قدميها وباطن قدميها. فلو صلت وقدميها باينين صلاتها بطلة عند الشافعية والمالكية والحنابل. المرأة. طب امال الستات اللي بيصلوا رجليهم باينة دول مين؟ صلاتهم صحيحة على مذهب الأحناف. قياسا على الكف. الأحناف قاسوا القدم على الكف. وقالوا ما القدم بالنسبة للرجل كالكف بالنسبة لليد، وطالما يظهر كفيها يبقى يظهر قدميها. لكن الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا أن العورة تعبدية فلا يقاس عليها، القياس فيما يكون معروف علته، والعورة دي شيء تعبدي فما قدرش أقيس، أقيس على أي أساس؟ فما وافقوش الأحناف في القياس، المالكية والشافعية والحنابلة، وبينهم مناقشات كبيرة في كتب الفقه المقارن. فالمرأة اللي صلت صلوات قبل كده ورجلها باينة تبقى صحيحة على مذهب الأحناف، وما تعملش كده تاني، ما تعملش كده تاني، ليه؟ خروجا من الخلاف، عشان تبقى صلاتها صحيحة على كل المذاهب. ظهر البطن، ظهر الرجل وبطن الرجل، كل الرجل لازم تتغطى زي سائر البدن بالنسبة للمرأة في الصلاة. ودي نقطة مهمة وبنركز فيها، لأن يعني مش مشهورة في فعل النساء في مصر للأسف. يعني روحنا بلاد تانية تلاقيهم مهتمين أوي، تلاقي الشوام واليمنيات والتوانسة مهتمين أوي، لازم تلبس شراب ولازم تبقى ثوباء، إلا المصريين مسهلين الأمور شوية. فعلى أي حال رضي الله عن الإمام أبي حنيفة صحح صلاته وجزاه الله عنا خير، فما يعملوش كده تاني. ليه؟ لأن قياس الأحناف في المسألة دي قياس غير مجمع على الموافقة عليه، لأنه لا يقص في العبادات، لأن العبادات تعبدية، يقص في الأمور المعلومة العلة. واضح؟ وعلشان كده جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها. المرأة بقى الحرة عورتها أمام أخوها وأمام أبوها بين السرة والركبة، اللي هما المحارم على التأبيد، أخوها وأبوها خالها، يعني ممكن تقعد ترضع ابنها قدام خالها وتطلع ثديها وترضع ابنها قدام خالها، مفيش مشكلة. ليه؟ أو قدام أخوها أو قدام أبوها أو قدام عمها، لكن مش قدام ابن عمها ولا ابن خالها ولا ابن خالتها. فهمت بقى؟ يبقى عورة المرأة أمام الرجال المحارم ما بين السرة والركبة. طب عورتها قدام وقدام النساء المسلمات كمان ما بين السرة والركبة، لكن قدام الكافرة عورتها يعني جارتها مسيحية مثلا، يبقى عورتها أمام جارتها المسيحية ما يبدو منها من ثياب المهنة. يعني تشوف لبس البيت اللي بتنظف بيه البيت وبتطبخ بيبقى باين منها إيه، يبقى ممكن تشوفها بثياب المهنة، لكن ما تشوفهاش بقميص النوم العريان، ولا تقعد تربع ابنها قدامها ولا الحاجات دي. ليه؟ لأن دي واحدة
كافرة غير مؤتمنة على عورات المسلمين، ممكن تقعد تحكي لجوزها على مفاتن هذه الجارة، قد يحدث. يبقى عورتها أمام الأجنبية الكافرة كعورتها أمام الرجل، لكن مش الرجل المعتاد، يعني مخففة شوي، يعني تشوفها بثياب المهنة، ثياب المهنة اللي هي الثياب اللي بتبقى قاعدة فيها ببيتها، بتنفض البيت، بتطبخ، بتربي العيال، ثياب اسمها ثياب المهنة. لكن عورتها أمام المرأة المسلمة الثقة كعورتها أمام المحارم ما بين السرة والركب، عورتها أمام الرجال الأجانب كل بدنها. فيجب على الرجل إن هو يغض طرفه عنها تماما، حتى الشافعي يقول لك ولو قلامة ظفرها، لو قصر ضوافرها وحطها في حتة ما تبصش لضوافرها، شوف إلى هذه الدرجة. فالإنسان ياخد باله من مثل هذه الأمور. عورتها أمام خطيبها اللي يريد خطبتها كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، لأن الخاطب له أن يرى الوجه والكفين. يبقى الخاطب ده لسه أجنبي بس يستثنى من باقي الأجانب، إن كل الأجانب عورتها أمام كل الأجانب كل بدنها بما في الوجه والكفين. لكن اللي جاي يريد الخطوبة له أن ينظر إلى الوجه والكفين لأنه ده خاطب يريد الخطوبة. كده خلصنا تقريبا الامور اللي تخالف فيها احنا شايفين الرجاله بيحبوا الوقت في زماننا ده، وده جهل مدقع ما اعرفش جابوه منين، يقف يصلي يفتح رجليه كده. دي مش مكتوبه في اي كتاب فقه، ما شفناهاش في اي حته في الدنيا الا في شبان بتوع اليومين دول، ما اعرفش جابوها منين. يجي يبقى ماشي عادي معتاد كده هيصلي، يروح فاتح رجليه كانه هيلعب رياضه مصارعه، ولا الله اكبر. ليه بتلعب مصارعه روماني؟ اولا فتح الرجلين بطريقه زائده ده ضد الخشوع وضد الادب. يعني تصور انت مثلا ابنك بيكلمك وفتح رجليه كده، هتقول له يا ولد ضم رجليك يا ولد تأدب، يعني تعتبرها حتى دي ضد الادب. والمفروض ان الانسان يعني ايه يراعي الادب عند وقوفه امام الله خاشع. نص الاحناف على ان المسافه تبقى بين القدمين 4 اصابع، يعني قريبين لبعض بحيث بينهم 4 اصابع. والشافعية قالوا أقصاها شبر، يعني 20 سم، ما يزودش عن كده وإلا هتبقى منتقدة. هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فتضم رجليها، واخد بالك؟ المرأة بقى ما تجيش في بعض النساء بيقلدوا الرجالة، بتشوف جوزها بره ويفتح رجله كده تيجي تصلي تروح عاملة رجليها. طب هو راجل وبيعمل غلط، هتعملي أنت زيه هتبقي عملتي غلطين، بتعملي الغلط بتاعه وهو راجل، وبتعملي غلط تاني ان المرأة المفروض تضم خالص. فالواحد ياخد باله من مثل هذا. لا ما حدش نص على الكلمة دي، ده الناس بيقولوها بالعقل ابدا. الشافعي قالوا شبر والاحناف قالوا 4 اصابع. المهم يقف وقفة خاشعة، يقف وقفة خاشعة ما يفتحش رجله كده، الوقفة اللي تبقى مريحاه وتكون فيها خشوع، لا يبالغ في الضم ولا يبالغ في الفتح، واخد بالك؟ بس ومع القدم بالقدم هم خلوهم يعملوا كده ليه؟ يفتحوا يقول لك اصل القدم بالقدم، ما هو القدم يعني بالمحاذاة مش بالملاصقة، الباء هنا للمحاذاة وليس الإلساق. هو عنده كل باء للإلساق، مين قال لك؟ تقعد تلزق في اللي جنبك يزعل منك، وعلشان كده تلاقي طول الصلاة قاعد تلوم انت رجلك عنه يروح مفرش حاجة ويخبط فيك يخرجك من خشوعك. مش دي في الناس بتعمل كده؟ فالطريقة دي غلط، ما ينفعش يا جماعة، الطريقة دي مش أدب المسلمين في صلواتهم. دي شوية جهلة جابوا كتب قعدوا يقروا ما فهموش وابتدوا ينفذوا، فنبطل الحكاية. يبقى القدم بالقدم يعني الباء للمحاذاة وليس للإلساق، لأن لا شك أنك أنت لو لزقت جلدك في جلد اللي جنبك هتسرح، ومش كده يا ريت حتى بيلزق، ده بيبقى حاطط نص رجله على رجلك كمان، في بعضهم يقعد يقرص فيك. وبعدين في ناس يعني ايه بتبقى يعني عصبيه، راجل كبير وراجل عصبي عنده التهاب في الاعصاب، عنده تنميل في رجله، عنده اي حاجه، يخلص الصلاه يقعد يتخانق مع الناس، عاملين مشاكل في المساجد. فالواحد يبطل الحكايه دي وينبه عليها بالراحة كده لحد بس ما ربنا ياخد بإيديهم ويتعلمهم. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا،
مبطلات الصلاة مهمة، أي واحد لازم يعرف مبطلات الصلاة. طبعا الذي يبطل الصلاة هنا غير ما ذكرش فيها ترك ركن من الأركان، لأنه المفروض أنه شرح لك الأركان، لكن المفروض أنه كان يتقال ترك ركن من الأركان يقولها بس ما قالها. لكن لازم تكون عارف أن أي ركن من الأركان السابقة الصلاة فيها 18 ركن، احنا قلناهم قبل كده في باب اركان الصلاة، فترك اي ركن من اركان الصلاة يبطلها مبدئيا كده. واضح؟ احنا عندنا القيام مع القدرة، يبقى ترك القيام مع القدرة في الفريضة بطلت الصلاة. واضح؟ عندنا مثلا تكبيرة الاحرام، لو ما كبرش تكبيرة الاحرام بطلت الصلاة. وعندنا النية، لو لم ينوي مع تكبيرة الاحرام بطلت الصلاة، لان لم يدخل في الصلاة اصلا. عندنا الركوع، لو ما ركعش يعني بعد ما قرأ الفتحة هوى ساجدا وما أدركش الركوع، يبقى بالطريقة دي واستمرت صلاته على كده وحسبها ركعة، صلاته بطلة. لو سجد سجدة واحدة صلاته بطلة. لو لم يقرأ التشهد في الركعة الأخيرة صلاته بطلة. لو لم يصلي على النبي في الركعة الأخيرة صلاته بطلة. لو لم يسلم التسليمة الأولى صلاته بطلة. ما هو لما يسهو في الأركان يجيبها ويسجد للسهو، يجيبها لكن ما يتركهاش. ما هو الأركان لما تسهى عنها تعملها برضه، واخد بالك، وبعدين تسجد للسهو. لكن الأبعاد اللي هي من السنن، الأبعاد دي لو سئيت عنها وراح موضعها ما تعملهاش لكن تسجد للسهو. فيبقى مبطلات الصلاة مبدئيا الأول خالص ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط، أو ترك شرط من الشروط. يعني إيه؟ يعني صلى الظهر قبل دخول الوقت، صلى إلى غير قبلة، كل دي مبطلات للصلاة. صلى وعورته باينة، ما سترش عورته. صلى وعليه نجاسة، يعني قايلين الثوب الطاهر والموضع الطاهر وتجنب النجاسات. يبقى أنت ممكن تستنتج مبطلات الصلاة من قبل ما نقراها كده، معروف من بالمعلومات السابقة. ما أنت عشان تصلي لابد تبقى طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، مش كده برضه؟ يبقى لو صلى به حدث صلاته باطلة. عندنا قراءة الفاتحة لابد منها في كل ركعة، لو ما قرأش الفاتحة صلاته باطلة. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، يبقى ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة، وهكذا. كل دي معلومات سابقة. خد التليفون ده اديه لنا. هنعمل قاعدة مخصوص في موضوع السهو بعد ما نخلص دول. شوف لو قلبت الصفحة كده، والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. هتيجي بس المرة الجاية، فإيه مش عايزين نخش فيه. قلناها، أنت ما حضرتش أول. الشافعية يستحبوا التلفظ، يستحبون التلفظ الشافعي، ولا يجيبون ولا يجب. لكن التلفظ عند الشافعية مستحب لأنه يعين القلب على النية. وقول المالكية أن التلفظ بالنية بدعة، أي بدعة يعني معناه مش بدعة ضلالة، يعني مستحدث ما كانش أيام الصحابة. طب استحدثه الفقهاء ليه؟ لأن الناس تشوشت قلوبهم بسبب انشغالهم في أمور الدنيا، فيجي يحاول يقول الله أكبر ويجمع دي صلاة إيه، يلاقي قلبه لسه مشوش. فاللسان بيعين القلب فلا بأس. يبقى بدعة عند المالكية، يقول لك والتلفظ بها بدعة، بيقولوا كده. ما هو بدعة، نص الملكية بدعة، بس مش بدعة ضلالة بالمفهوم بتاع اليومين دول. بدعة يعني إيه؟ يعني لم تكن في إيه، في السلف الصالح لعدم انشغالهم الزائد بأمور الدنيا فدخلت قلوبهم. كانوا مشغولين بالدنيا بس بأبدان، لكن قلوبهم مع الله. تغيرت الأحوال وطلع ناس الدنيا مالية قلوب، والرسول قال كده صلى الله عليه وسلم إن الأجيال اللي هتيجي بعد كده الدنيا هتدخل قلوبها ويتنفسوها، مش كده برضه؟ فدخول الدنيا في القلوب بتشوش على الإنسان عبادته، فيبقى التلفظ بها يعين على إنك أنت تستحضرها في قلبك. وعلشان كده الشافعية قالوا إنها مستحبة وإن كانت بدعة. ليه؟ لأنها تعين على استحضار. يا سائلي عن شروط النية، القصد والإيه
والتعيين والفرضية، قايل كده الإمام البيجوري. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية، ثلاث حاجات لازم تبقى في النية متوفرة. القصد انك تقصد الصلاة وتعين دي صلاة ايه، واخد بالك ازاي، وتنص على الفرضية. يعني ما ينفعش تقول نويت صلاة ظهر تقول فرض الظهر، ايه ظهر دي؟ طب ما الظهر ليه سنن، فلازم تقول فرض الظهر. ما تنفعش تقول نويت صلاة صبح او الصبح، طب ما الصبح دي سنة وفرض، تقصد ايه بيهم؟ تقصد السنة تنعقد سنة، تقصد الفرض تنعقد فرض. عشان كده يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين يعني تحدد ادي صلاة ايه، والفرضية تنص على فرض انها فرض. واضح؟ وتكون مع تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام بلحظة لطيفة، يعني تقولها وبعدين تكبر تكبيرة الإحرام. هنعد بقى مبطلات الصلاة اللي هي لو صلاة عمل الأركان وعمل كله وعمل حاجة تانية أبطلتها، نشوفها بقى هنا في الباب ده. فصل في عدد مبطلات الصلاة والذي يبطل به الصلاة 11 شيئا. الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، يبقى الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين. أقل الكلام العمد إيه؟ حرف مفهم. أنت كاتب عندك إيه؟ اقرأ لي النص اللي عندك. نشوف هنا في البيجوري قايل إيه؟ والذي يبطل به الصلاة، والذي يبطل به الصلاة 11. هي به. به الزيادة دي بتاع أبو القاسم ابن قاسم الغزي، دي زيادة الشارح. يعني النص بتاع أبي شجاع، والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. كويس؟ فهو بقى إيه كتب؟ والذي يبطل به الصلاة، زود به شرحا يعني، 11 شيئا. الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، أقل كلمة صالحة لخطاب الآدميين إيه؟ حرف مف. أما أقول لك قي، دي حرف أيه. يعني قي فعل أمر من إيه؟ من التقوى. فهمت إزاي؟ فممكن يبقى الحرف تبقى كلمة مكونة من حرف، وبالتالي عند الشافعية لو تكلم بحرف بطل الصلاة. كويس؟ يعني مثلا حب يدفل فقال تف، تف بطلت صلاة. فما ينفعش يقول تف كده، حط ايه في المنديل وتف. او يجي يعطس يقول عطسي عين طه سين يه، ما ينفعش، يبقى ده كلام يبطل الصلاة. واضح؟ يبقى عايز لو خرجت منه غصب عنه خلاص، احنا بنتكلم على انه عملها كده وكان ممكن ما يعملهاش كده، واخد بالك؟ خلاص بقى، خلاص اللي فات كويس ان شاء الله، عفى الله عما سلف ومن عاد فربنا ينجيه. بلاش نقول فينتقم الله منه، نقول ربنا ينجيه يا سيدي. والذي يبطل به الصلاة 11 شيئا، الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أم لا. كلمة سواء تعلق بمصلحة الصلاة دي إخراج لمذهب المالكية. عند الشافعية لا يجوز الكلام ولو لمصلحة الصلاة. واضح؟ المالكية بقى يجيز الكلام لمصلحة الصلاة. يعني الإمام وقف لخامسة وقلت له سبحان الله مش عايز يقعد، فتقول له وقفت لخامسة اجلس. كل ده جوه الصلاة ولا تبطل عند الملكية. عند الشافعية لو عملت كده تبطل صلاة. واضح؟ وعلى شكر قال سواء تعلق بمصلحة الصلاة إخراجا لمذهب المالكي الذي أجاز الكلام لمصلحة الصلاة أو لا. طب افرض خرج منه الكلمة عفوية بدون ما يشعر، يعني ركبه بتوجعه وهو قايم قال خلاص عفوية من الألم ما يجراش حاجة. كانت لي عم الله يرحمها كانت ايه ركبها بتوجعها وعندها شاشة عظام، فكانت لما تيجي تقوم من الصلاة يا ركبي جوه الصلاة
اقول لها يا عمتي كده ما ينفعش ده كلام، تقول لي والله بتخرج مني غصب عني. فكنت مستعجب، انا كنت لا كده كنت صغير ساعتها. لما كبرت بقى وقريت في حواشي الحواشي قالوا لو خرجت عفويا صلاتها صحيحه، وطلعت فقيهه فالحمد لله. لكن انا كنت اظن ساعتها ان صلاتها بطل على اعتقادي كده وعلى معلوماتي، فلو خرجت عفويه غصب عنها وقد دي. لكن الاحسن الواحد يراعي الادب يعني. انا الوقت كنت بصلي في العربيه استنه المغرب، انا متعود اعمل كده يعني. فلحظه كده وانا بقرا التشهد قبل ما اسلم لقيتهم بيحفروا، ففتحت الازاز بقول له بتحفروا ليه؟ انا قلت هنا انا بصلي. فروحت كملت الصلاه وسلمت وخلاص، لانها خرجت ناسيا، خرج مني ناسيا. يبقى ايه؟ لازم يبقى عامدا ذاكرا، واخد بالك؟ عامدا ذاكرا عشان تبطل الصلاه. لكن لو جت عفويه او ناسي خالص، يعني شاف ابنه مثلا داخل المطبخ وهيمسك الحله السخنه وهتقع عليه، قال يا ولد، جت منه عفويه كده سبب لهفه، ما تبطلش صلاه. واضح؟ فالامر رحمه يعني. لكن ما يعملش كده، مش كل بقى مره يقعد يتكلم نص ساعه في الصلاه ويقول لك الشيخ قال عفوي. عفوي ايه نص ساعه دي؟ ما ينفعش تيجي يعني تغلبك يعني. والكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. يعني الباب بيخبط، الباب بيخبط وهو واقف بيصلي، واقف جنب الباب، أم قال إيه؟ ادخلوها بسلام آمنين، عشان اللي جوه اللي بره يدخل. إن قصد التلاوة مع الإعلام صحت صلاة مع الكراهة، وإن قصد الإعلام دون التلاوة بطلت صلاة، لأنه صار كلام، واخد بالك؟ أو يا يحيى، ابن اسمه يحيى، خذ الكتابة، وشاور له كده الكتابة اللي على المكتب، ما هي الآية، يا يحيى خذ الكتابة وقوه. وقصد إعلامي فقط دون التلاوة بطلت صلاته بالإجماع. لكن لو قصد التلاوة مع الإعلام بطلت صلاته مع الكراهة، لأن خرج من الخشوع. واضح؟ واما العمل والعمل الكثير، العمل الكثير اللي نسميه الحركه، العمل الكثير بقى الحركه، الحركه المبطله للصلاه عند الشافعيه ثلاث حركات متتاليه في ركن واحد، ثلاث حركات متتاليه في ركن واحد، يعني يمشي خطوه ويضم ليها رجله، ادي حركتين، كويس؟ لو عمل الثالثه تبطل صلاته ورا بعض، إلا لو كانت الحركة لمصلحة الصلاة، بيسد فرجة في خط الصف اللي أمامه، معلش طالما بيسد فرجة في الصف. ها؟ لا، وعندنا احنا لو أن يتحرك لمصلحة الصلاة، الحركة المبطلة هي الحركة التي لا ضرورة لها، ليست لمصلحة الصلاة وتكون ثلاث حركات متتالية. ها؟ يعني بعضو واحد، بعد واحد في وقت واحد، انما لو متفرقين مش مشكله. يعني ممكن ان انا مثلا ايه اخطي خطوه واحده وانا قاعد اقرا الفتح، وبعدين وانا بقرا السوره اخطي خطوه، سوره طويله اخطي خطوه كمان، على ما اخلص السوره الاقي نفسي بقيت عند الحيطه اللي هناك، طالما مش متتاليه. واضح؟ يبقى هي المتتاليه بس هي المشكله. والمقصود الحركة تكون بعضو وليس بإيه؟ بجزء من عضو، يعني مش بصباع. لو صباع زي هرش مثلا كده، يعني دي كذا حركة يعني يهرش اهو، بس دي بصباع مكروه بس، لكنها لا تبطل الصلاة. والعمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك او سهوا، اما العمل القليل فلا تبطل الصلاه، بينش دبانه، بينف في المنديل لانه عنده زكام، حاجات الضروريه دي اللي تعينه على انه يصلي ما فيهاش مشكله. لكن ما يظبطش الساعه،
المحمول الوقت في زماننا، رن وانت ناسي وهيشغل الناس، طلعه واقفله وحوله سايلنت. كل ده في الصلاة لمصلحة الصلاة، بس تبقى حركات سريعة، مش تقعد بقى انت مش عارف اصلا المحمول بيتعمل سايلنت ازاي وتقعد بقى تفكر جايبه لسه جديد ونفتح الكتالوج. ما ينفعش بقى كده، ما ينفع، واخد بالك؟ لكن ممكن لو التليفون رن وهيزعج الناس طلعه من جيبك، واخد بالك، واطفيه وحطه تاني، ما يجراش حاجة، وده ما يبطلش الصلاة، بل بالعكس ده لمصلحة الصلاة عشان يعين على الخشوع. والحدث الأصغر والأكبر طبعا، يا إما طرأ يا إما دخل به، لو طرأ على الصلاة أبطلها أو دخل به غير متوضئ، كل ده يبطل الصلاة. وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها ولو وقع على ثوبه، يعني حدث نجاسة لا يعفى عنها ولو وقع على ثوب نجاسة يابسة، فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته. يابسة يعني مثلا افرض قطعة براز ناشفة يابسة وقعت عليه وهو بيصلي، فنفضها بسرعة كده لا تبطل صلاته، لكن حطها في جيبه ما تنفعش. السجاير نجسة، السجاير الدخان اللي جوه السيجارة ده بينقعوه في خمور، والخمرة نجسة، يبقى السجاير دي نجسة، اللي يصلي وعلبة السجاير في جيبه صلاته باطلة لأنه حامل نجاسة. يبقى إذا ابتلي بالتدخين يبقى يسيب السيجارة، علبة السجاير بعيدة عن موضع صلاته، لا يحملها ولا يشيلها في حتة بعيد. لا ليه؟ لان لما تسال الناس اللي بيصنعوا السجاير يقول لك ان الدخان ده التبغ بيطبخوه طبخ معين في المصانع ويتعاملوا معاه معاملات معينه كده، من ضمن هذه الخطوات ان هم بيحطوا عليه انواع من الخمور تديله نكهه، وعلشان كده كل سجاره ليها نكهه مختلفه. والخمر عندنا مش عندنا بس، ده عند المذاهب الاربعه نجس، كويس، وبالتالي تبقى علبة السجاير نجسة، نجاسة يابسة، يابسة يعني مش طرية، يعني مش سائلة. ويبقى لو حد وقع عليك سيجارة وانت بتصلي انطرها بسرعة وما تدخلش انت الصلاة وانت حامل العلبة، واخد بالك ازاي؟ يمكن بتوع السجاير لو عرفوا الحكاية دي كل مرة يكره السيجارة بقى، يمكن يبطلها، يمكن نرجو ذلك. لكن ايه؟ ويمكن يبطل الصلاة. كل واحد على حسب بقى ايه حظه مع الله، اصل في اهل توفيق وفي اهل خذلان. لو هو من اهل التوفيق هيتجنبها، لو كان من اهل الخذلان والله لو قلت له ايه هو حد. ما هو في منهم من يسبق عليه الكتاب، فربنا ينجينا. يبقى لو وقع عليه نجاسة لا يعفى عنها ويابسة نفض ثوبه منها حالا لا بتبطل صلاة، يعني دخل في الصلاة وهو في الصلاة في لحظة كده افتكر ان في جيبه علبة السجاير، حط ايده في جيبه ويرميها كمل صلاة، واخد بالك؟ ما يضرش. لا، لو حطها قدامه ما يضرش، لان طالما مش في موضع سجوده، في الفراغ اللي بين سجوده وبين جلوسه لا يضر. يعني لو في نجاسه في الفراغ ده ما يضرش الصلاه. يعني لو ابني بال، ابني الصغير بال في الموضع الفراغ اللي بين سجودي وبين وقوفي، واخد بالك، صلاتي صحيحه واكمل صلاه. واضح؟ لان المفروض ان المكان الطاهر هو المكان اللي هيمسه جسدك. واضح؟ انما الفراغ ده مالكش دعوه. لو وقعت نجاسه يعني مثلا ايه، يعني رعف نزل نزيف من انفه وبيصلي، لابد انه يقطع صلاته ويشطف الثوب لان الدم نجس، ويشطف الدم اللي جاء على فمه، لكن ما يعيدش الوضوء لانه لا ينقض الوضوء. واضح؟ عند الشافعية الدم لا ينقل الوضوء، خروج الدم لا ينقل الوضوء عند الشافعية، لكن يجب غسله لأنه نجس،
عند الأحناف عندهم ينقض الوضوء الدم السائل، الدم السائل يعني لو سال يعني خرج عن موضعه مشي، ده عند مين؟ الأحناف. لكن عند المالكية والشافعية النجاسة، وكذا الحنابلة قولان يعني، الحنابلة برضه ليهم قول يشبه الأحناف، وليهم قول يشبه المالكية، وليهم قول يشبه الشافعية. عشان كده ما بنصش على الحنابلة كتير، لأن لو قلت التلاتة الحنابلة هيخشوا في واحد أو اتنين منهم، قلما ما يكونوا انفردوا برأي. قلما الإمام أحمد بن حنبل غلب عليه الحديث أكثر ما غلب عليه الحديث. والحدث الأصغر والأكبر وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها، ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنقض ثوبه حالا لم تبطل صلاة. طبعا في معفوات، هو عامل ضمادة على جرح عنده والدم ناشع منها، ده معفو يصلي ما يجراش حاجة، ده باب المعفوات. برضه سلس البول، بس ما يصليش في الجامع، ما يصليش في المسجد، يصلي في بيته عشان ما يلوث المسجد. وانكشاف العورة عمدا، انكشفت العورة، جاء ريح كده رفع ثوبه وكانت الدنيا حر، قال والله حلوة كده جميلة تراوح، يبقى هنا ابتدى عفوي فانتهى عمدا تبطل صلاته. لكن أول ما جاء الريح رفع الثوب فردوا على طول صلاته صحيحة. واضح؟ وانكشاف العورة عمدا فإن كشفها الريح فسترى في الحال لم تبطل صلاة. وتغيير النية برضو دي من مبطلات الصلاة، كان ينوي الخروج من الصلاة، يعني نوى الخروج من الصلاة تبطل صلاته بخلاف الصوم. لو نوى الخروج من الصوم ولم يأكل يفضل صومه صحيح. واضح؟ لكن في الصلاة لو نوى الخروج من الصلاة بطل الصلاة. ما يبطل الفريضة يبطل السنة، يعني ينفع تصلي السنة من غير وضوء، ينفع تصلي السنة وعورتك باينة إلى غير قبلة، نفس الحكاية هي الأحكام. الصلاة صلاة نفس الأحكام، وإن كان في السنة ممكن تصلي إلى غير قبلة لو كنت مسافرا على الدابة، بس لا للمسافر. أيوه. تغيير النية برضو ساعات بتحصل، واحد دخل الجامع عايز يصلي الظهر فما لقاش حد، فقال لما اصلي السنه لحد ما يجي واحد نصلي مع بعض، فدخل نوى السنه فلقى واحد دخل نوى وراه فيقول خليها ظهر، هنا بطلت صلاه لان هو نواها سنه الاول، فما ينفعش يدخل عليها ظهر. واضح؟ احنا ما لناش دعوه بالمأمون، وقت بنتكلم على اللي غير نيته. ما عند الشافعيه اصلا لو انتقدت وضوء الإمام وكمل صلاته، صلاته فاسدة والمأموم صحيح عند الشافعية، لأن لا يشترط صحة صلاة الإمام لصحة صلاة المأموم عندنا. عند الأحناف لو بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم. فأنا بنتكلم على الإنسان اللي بيصلي نفسه ما يغيرش نيته. يعني أنت صليت تحية مسجد لحد ما يجي حد عشان تصلي معاه الفريضة، فجاء واحد نوى وراك خليها زي ما هي تحية مسجد، يقول لك طب ما هو لو نوى ورايا يبقى انا كنت عايز اصلي جماعه، اعمل ايه؟ شاور له كده بس، شاور او اعمل له كده. ما يجراش حاجه، لا الاحسن تبتدي صلاتك معاه خروجا من الخلاف مع المذاهب الاخرى. فيبقى في الحالات دي تعمل ايه؟ لك ان تشير في الصلاه. الاشاره المفهمه في الصلاه ليست كلام، في المعاملات كلام، في الصلاه مش كلام. فلك أن تشير في الصلاة، يعني تقول له كده أو تعمل له كده، يعني بتصلي ركعتين بس انتظر، واخد بالك؟ يقوم هو ينتظر جنبك لحد ما تخلص وتقيموا الصلاة وتصلوا صلاة كاملة من أولها، تبقى أجمل. أنا بعمل كده شخصيا. صلاة التراويح لما واحد مأموم جه يصلي عشاء، فكان الإمام بيصلي التراويح، فبدخل معاه على مذهب الشافعية بس ينفع الصورة دي، لكن باقي المذاهب لازم اتحاد نية الإمام والمأموم. لكن الشافعية يجيز ان يبقى ايه؟ نية الإمام حاجة ونية المأموم حاجة. ده مذهب الشافعية يجيز كده. نوى أن يصوم نفلا ثم تذكر أن عليه يوم فريضة
فهل يدخل نية الفرض؟ إن لم يطلع الفجر له أن يفعل، فإن طلع الفجر لا يجوز الفريضة إلا بتبييت نية، واضح؟ لكن بعد طلوع الفجر ما ينفع، لكن له أن يدخل نية الفريضة مع السنة لو تذكر قبل طلوع الفجر. أيوة، الدم السائل ده لو واحد الجرح ما يتنقضش وضوء عند الشافعية، والصحابة كانت تصلي في جراحتها، واخد بالك؟ الأحناف قالوا لا ينقض الوضوء، الصحابة كانت بتصلي في جراحتها لضرورة الحرب فاعتبروها معفوات في الحرب، أما في السلم لا، ده الأحناف رأيهم كده، الشافعية قالوا لا السلم والحرب سواء، واضح؟ لكن تغسل موضع الدم الخارج عن موضع الجرح، إنما على قدر الجرح ما يضرش. لكن أنا مجروح مثلا في الكف ده والدم في إيدي التانية، يبقى أغسل إيدي التانية بقى، فهمتني إزاي؟ وهكذا. تغيير النية مهمة الواحد، لكن يجوز أنك أنت تدخل مع النية نية أخرى، يجوز، لا تبطلها، ليها صور، فيها بعض الصور بطلة وبعض الصور صحيحة. زي إيه؟ زي نويت صلاة الظهر فنويت معاها تحية المسجد، تمشي ما يضرش. نويت صلاة الفريضة فنويت معاها سنة إيه؟ الوضوء، تمشي. نويت صلاة الفريضة نويت معاها سنة قضاء الحاجة، تمشي. سنة استخارة، تمشي. سنة إحرام، تمشي. واخد بالك؟ إذا كان آخر عهدك تدخل النيتين مع بعض، إذا كان آخر عهدك بمكة، مش تطوف طواف الوفاضة والوداع وبعدين تنام يومين في مكة، ما ينفعش، خليه آخر عهدك بمكة. لكن ما ينفعش صلوات مسمى لذاتها تجمعهم مع بعض في نية واحدة، ما ينفعش أصلي مثلا إيه؟ سنة الظهر البعدية الراتبة مع سنة طواف، أجمعهم في ركعتين، ما ينفعش. سنة طواف منفصلة، سنة الظهر البعدية منفصلة. واضح؟ لكن في سنن ما بتبقاش مستقلة، زي تحية المسجد، زي سنة الوضوء، زي ركعتي الاستخارة، زي ركعتي قضاء الحاجة، زي ركعتي سنة الإحرام. دي سنن مش مستقلة بذاتها، أي صلاة تأديها تنفع لو نوخلتها فيه. واضح؟ فيبقى جزء ادخال نية أخرى مع الصلاة في بعض الصور وليس في كل الصور، ولازم تعرف. أيوه يا سيدي، في سؤال؟ طب الحمد لله. لو مثلا في الضحى في الركعة الثانية افتكر ان هو ما الضحى دي صلاة مستقلة، وسنة الصبح القبلية دي صلاة مستقلة، فما ينفعش أصلي سنة الصبح القبلية واعتبرها كمان ضحى، ما ينفعش. واضح؟ وبعدين ادخال النية تكون مع أول ركعة، ما تقوليش بقى في الركعة الثانية ادخل نية، فهمتني ازاي؟ تكون مع أول ركعة وقبل قراءة الفاتحة. يبقى وتغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة، واستدبار القبلة كأن يجعلها خلف ظهر، يعني استدبر يعني التفت، التفت بكتفيه. لو التفت بكتفيه كده عن القبلة بطل الصلاة، لكن لو التفت برقبته لا تبطل الصلاة. لو أن يلتفت برقبته ولا تبطل الصلاة، وإن كان لغير عذر يبقى مكروه، ولو كان لعذر له أن يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات بعت واحد كده عين علشان يعرف أخبار العدو إيه، فكان بيصلي وعينه على الشعب اللي هيجي منه منتظره، يعني هيجي ولا مش هيجي، فيجوز ما يجراش حاجة، لأن العبرة باستقبال القبلة بالكتفين مش بالوجه. واضح؟ والأكل والشرب، كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا، يعني ما ينفعش يأكل ويشرب وهو بيصلي، لكن الطواف مستثنى، لك أن تأكل وتشرب وأنت تطوف. والأكل والشرب كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا، يعني قاعد بيلعب بلسانه كده فطلع رزاية وراح بلعها، ما ينفعش كده وانت جوه الصلاة، ما ينفعش كأنك بتاكل.
طلعها بطرف لسانك على شفتك وامسكها ارميها. واضح؟ يبقى ما تبلعش حاجه وانت بتصلي. وكذلك الشرب. الشرب زي ايه؟ لو ريقك كده متغير، طعم ريقك متغير. لسه اثر السكر اهو، وادخل في الصلاه كل ما ببلع ريق ببلع معاه شاي. يبقى كاني بشرب. يبقى لازم ايه؟ يا اما اتمضمض يا اما احرك لساني كتير وابلع ريقي كتير لحد ما يزول الطعم. وبعد كده ادخل في الصلاه عشان ما ابقاش بشرب. لان لا يتصور ان الانسان في الصلاه هيشرب. لكن يتصور الصور اللي بقولها لك. وعشان كده مشهور عن الناس كل المسلمين الحمد لله اما يبقى واكل وعايز يصلي واكل بمضمض. مش كده؟ دي مشهوره ليه؟ علشان ما يبقاش بياكل داخل الصلاه ولا بيشرب داخل الصلاه ولا يكون حاطط نعناعه في خده وقاعد يصلي ويمصمص فيها. واخد بالك؟ أو ها؟ محشي؟ برضه ما يجراش حاجه. بالهنا والشفا بس يعيد الصلاه. ياكل محشي بس يعيد الصلاه. الايه؟ الاكل والشرب؟ يعني ما اعرفش باقي المزايا في التفصيله دي. في التفصيله دي انا ما اعرفها. في كل ما يبطل الفريضه يبطل السنه. احكامهم واحده. يبقى الاكل والشرب فما ينفعش ياكل وحاطط لبانه في بقه فيها سكر. ولا حته نعناع. واخد بالك؟ عشان طعمه بقه وحش. فيحطها كده ويصلي ويقول لك علشان بس الملائكه كده تشم ريحه حلوه. ما ينفعش. يدعك سنانه ويستعمل السواك لكن ايه ما يحطش حاجه في فمه. ما يضرش. والاكل والشرب كثيرا كان الماكول والمشروب او قليلا الا ان يكون الشخص في هذه الصوره جاهلا تحريم ذلك. يبقى اللي سبق وحصل منك قبل كده غلطك صحيح. يبقى في حاجات اسمها يعذر فيها بالجهل. في بعض الفروع كده ما يعذر فيه بالجهل. حتى رساله الدكتوراه كانت عاملاها واحده من تلامذتنا اسمها حبيبه من جاوة من اندونيسيا. رسالة دكتوراه ومجاية لي النسخة منها. ما يعذر فيه بالجهل. رسالة قد كده. فرسالة لطيفة يعني موضوع كويس. انك انت تعرف ايه الحاجات اللي الانسان لو جاهل بيها يعذر. لان في اشياء لا يعذر فيها بالجهل. واضح؟ والقهقهة. ابتسم كده في الصلاة صلاته صحيحة. لكن سخسخ من الضحك بقى وصوته طلع. كده يبقى القهقاه يعني ايه بلغه المصريين؟ مسخسخ من الضحك. فاهم؟ يبقى دي تبطل صلاته. عند الاحناف تنقض الوضوء كمان تغليظا عليه. يعني عند الاحناف القهقاه في الصلاه تبطل الصلاه وتنقض الوضوء. يروح يتوضا لانه خرج بالكليه عن الخشوع. والقهقاه ومنهم من يعبر عنها بالضحك غير الابتسام. والرده هو قطع الاسلام بقول او فعل. نسال الله السلامه. فصل في عدد ركعات الصلاه، ده الفصل الاخير النهارده. وركعات الفرائض اي في كل يوم وليله في صلاه الحضر الا يوم الجمعه 17 ركعه. 3 ركعات 4 ركعات ايه؟ 3 فرائض 4 ركعات، 3 × 4 ب 12. وتحط معاهم 3 اللي هي المغرب ادي 15، تحط معاهم 2 الصبح ادي 17. يبقى 17 ركعة دول الفرائض. يوم الجمعة هنخفض منهم 2 علشان ما بقاش ظهر 4، بقت الجمعة ركعتين، يبقوا 15. سهلة؟ أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها 15 ركعة. طب وفي السفر هنخفض 6 ركعات من 17. عشان بنقصر الصلاة الرباعية. مش كده برضو؟ نخفض 6 يتبقى 11. يبقى أما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر في 11 ركعة. وقوله فيها 34 سجدة. طبعا 17 ركعة كل ركعة فيها سجدتين. يبقى فيها 34 سجدة. و94 تكبيرة. تكبيرات الانتقالية وتكبيرات الإحرام. و9 تشهدات. و10 تسليمات.
عشر تسليمات علشان خمس فرائض، خمسة وتسليمتين في كل فرض يبقى عشر تسليمات، ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة عشان بتقول ثلاثة في الركوع وستة في السجدتين يبقى تسعة، تسعة في كل ركعة تضرب تسعة في 17 تطلع ايه 53 تسبيح و 153 تسبيح. ونقف على جملة الأركان نقولها المرة الجاية إن شاء الله. أنا المرة الجاية هنقول جملة الأركان والمتروك من الصلاة إن شاء الله. أيوة اتفضلي. لا ما هم يكلمك على ان الجمعه يعني ايه بدل عن الظهر، لما تبقى الجمعه بدل عن الظهر اه تبقى كده. ايوه الشافعيه الجمعه تبقى بدل عن الظهر لو انفردت في المدينه، مفيش الا مسجد واحد يصلي فيه الجمعه في المدينه، تبقى دي منعقده جمعه ومالوش ظهر، واخد بالك؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وصلي الله كتير قوي اهو. ما انا متعود طول عمري اشرب الشاي بارد. جزاك الله خير. انا بقى احب اشربه بارد. البناء على الصلاه للامام بس الايه؟ البناء على الصلاه يبني على الصلاه. الماموم ما يعرفش يبني. الماموم مش هيعرف يبني، ليه؟ لانه مرتبط بصلاه امام، يعني انتقدت وضوئي وانا ماموم في الركعه الثانيه. اروح اتوضى وارجع اصلي الحق الامام بتاعي، لو لحقت الامام بتاعي انا ايه هشوف اصلي معاه قد ايه وما بنيش على اللي فات واكمل بعد كده استأنف. لكن لو كنت منفرد ولم يطل الفصل ابني على اللي فات، يعني ابني على اللي فات، يعني كنت صليت ركعتين وانتقد وضوئي اطلع اتوضى وارجع وما اتكلمش، مش شرط الا افصل بكلام، لو فصل بكلام يبقى لازم يستأنف، لو لم يفصل بكلام ولم يطل الفصل يبني على ما فات. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.